خلينا نتكلم بمزيد من التفاصيل عن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا، وأيضا عن ملف حقوق الإنسان. دلوقتي بينضم لنا على التليفون الأستاذ سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. مساء الخير على حضرتك. ويمكن حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حقوق الإنسان بيقطع الطريق أمام كل من يشكك في مسألة حقوق الإنسان وما تحقق بالفعل في مسألة حقوق الإنسان في مصر، ويمكن لابد لكل من يتحدث أن يستقي معلوماته من مصادر رسمية، مش يمكن من صحفيين بيستقوا معلوماتهم من مصادر غير رسمية. أولا تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. يعني اعتدنا على مثل هذه الأسئلة في الزيارات الخارجية للسيد الرئيس، ويمكن الدولة المصرية بقالها سنوات، يعني مش طويلة لكن بقالنا 4-5 سنين بنحاول نرسي قاعدة أن لسنا في مقارنة بين وضع حقوق الإنسان في مصر مع الدول الأوروبية، ولكننا ننطلق من أرضية وطنية وظروف تخص في مصر عقب ثورتين في أقل من 3 سنوات وظروف استثنائية مرت بها مصر. لكن هي المشكلة الأساسية في مثل هذه الأسئلة، خليني أوضح لحضرتك حاجة مهمة، إن هذه الأسئلة هي أسئلة كلاسيكية، يعني أسئلة قديمة جدا لم يتم تحديث حالة حقوق الإنسان في مصر بالنسبة للرأي العام الدولي. يعني لا حديث عن أوضاع حرية الرأي والتعبير زي ما ذكر السيد الرئيس، في ظل أن هناك حوار وطني مجلس أمناءه يضم معارضين للنظام السياسي والسلطة المصرية ويذاع على الهواء. فأعتقد أن حرية الرأي والتعبير هم لازالوا عند المواقف القديمة اللي بقالها سنوات طويلة لم يتم تحديثها، ولا حديث عن أوضاع حقوق الإنسان في ظل استراتيجية وطنية ملجمة للدولة ألزمت نفسها بها وأطلقتها لمدة 5 سنوات لإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في مصر. فهذه الأسئلة يعني يجب أن يتم تحديثها، ويجب أن تصل الصورة الحقيقية. أوضاع مصر فيما يتعلق الحق في السكن منذ سنوات قليلة لا ننكر أن كان به مشاكل، لكن أعتقد أن الحق في السكن في مصر يعني يشهد طفرة كبيرة الآن. الحق في الصحة، المبادرات الصحية التي أطلقتها الدولة لعلاج أمراض متوطنة، دور الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا مقارنة بدول أوروبية، أعتقد أن موقف مصر متقدم. الإصلاح الاقتصادي وإلى آخره. فإحنا بس عندنا مشكلة أن إحنا يمكن شوية كمجتمع مدني، بلاش كدولة، كمجتمع مدني مش قادرين نوصل حقيقة الأوضاع. نحن لا نتحدث عن مجاملة للنظام السياسي ولا للدولة ولا لمؤسساتها. نحن نحتاج أن ننقل الصورة الحقيقية وما تقوم به الدولة من جهود فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان. ويمكن عشان كده يا أستاذ سعيد جت دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحفيين أنه تعالوا زوروا مصر وشوفوا ما تحقق على أرض مصر، ويعني قابلوا أي حد واتكلموا مع أي حد دون تدخل. ما هو في الحقيقة دعوة السيد الرئيس دي في جوهرها اللي أنا بقوله، يعني أنتوا يعني هو عاوز يقول، مش أنا آسف مش عايز أتكلم على السيد الرئيس، بس هو عاوز يقول أنتم تستقوا معلوماتكم من روافض غير صحيحة، ناس بتنقل صورة غير حقيقية. طب ما تيجوا أنتوا بنفسكم تشوفوا أرض الواقع وقابلوا كل الناس وانقلوا الصورة الحقيقية. هو دي فعلا هي دي المشكلة الحقيقية اللي مصر بتواجهها في الفترة الأخيرة، اللي إحنا إن شاء الله هنحاول في الفترة اللي جاية دون نفاق ودون مجاملة أن ننقل حقيقة الأوضاع بما فيها حتى من تحديات ومشكلات للرأي العام الغرب، لكن يجب تصحيح هذه الصورة الذهنية اللي ثبتت عند الرأي العام، اللي مصادرها منظمات بعينها مسيسة وغير منهجية وغير محايدة تنقل حقيقة أوضاع سلبية عن مصر، ولا تذكر أي جهود ولا حتى تعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية لأن تكون مصر في مصاف الدول التي تتمتع حقوق الإنسان فيها بوضع يتفق والموثيق والاتفاقات الدولية اللي صدقت عليها الحكومة المصرية. برأي حضرتك يعني ماذا حققت الدولة المصرية في ال8 سنين اللي فاتوا في ملف حقوق الإنسان؟ يعني نتحدث عن حياة كريمة والحق في السكن وما حدث في ملف التعليم وملف الصحة، أيضا على الصعيد السياسي والحوار الوطني. أولا يعني دي هذه جوهر حقوق الإنسان هي إيه؟ الحياة الكريمة وحياة الرفاه للمواطنين، اللي هو الصحة، التعليم، الطرق، السكن، البيئة. احنا بنتكلم النهاردة في العدالة المناخية يا جماعة، مصر أطلقت استراتيجية للمناخ، يعني في حاجات بتحصل. هو كل الحاجات اللي بتحصل دي يعني إيه؟ يعني أكيد مش فوتوشوب، يعني حاجات حقيقية على أرض الواقع. صحيح. احنا امبارح كنا في زيارة لسجن القناطر للنساء المجلس القومي،
ولقاء مباشر مع كل السجناء واهلهم، وبنتفقد كل حاجه. الاوضاع الان يعني تحويل السجون وفكره السجون اللي كانت عند الراي العام الغربي، هناك تغيير حقيقي وملموس وتاهيل لما يبقى في سجون جديده بمعايير ومواصفات جديده، هو ده مش حقوق انسان؟ برضه هرجع لنفس المشكله، هي المشكله نحن لدينا فقر في نقل ما تقوم به مؤسسات الدولة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأنا بوعد حضرتك إنه إن شاء الله ده هيتم شيء أهم ونقطة هامة مباشر. صحيح مع صحيح مع المنظمات الأخرى. صحيح. أستاذ سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة.